طبعا نشكر زميلنا علي خريس على هذه الفقرة. رح نشوف بفقرة المطبخ اليوم مع الشيف عصام حيمور الطبق المكسيكي اللي عدلنا اياه. خلينا نشوف مع بعض. صباح الخير، كيف حالكم؟ معكم اليوم عصام حيمور من تاكوز يا مسالة. اليوم رح اعمل لكم طبق مكسيكي، فمكوناته كتير سهلة وبسيطة، مش هالعجقة والتوتر وهالإشي، إشي كتير بسيط وسهل جدا جدا. خلينا اليوم نعرفكم على المكونات الطبق: فلفل أبيض، باربيكا، بصل، ثوم، زنجبيل، بصل اللي هو الفريش، فلفل ألوان، ثومة، فلفل حار، وتشيكن. تمام؟ وراح نسويها على الجريل اللي موجود هون. هلا بجوز بالبيت ما في جريل، ما في اشي، لو على صينية او طنجرة او مقلاي ما في اي مشكلة. تمام؟ خلينا نبلش. اول اشي بدنا نحط زيت قلي على الجريل، ونمسك المكون الرئيسي اللي هو الدجاج. هلا بعد ما نحط احنا الدجاج نبلش نقلب فيها لحتى ايه ما تنحرق وتاخذ لون. هلا واحنا كمان شفنا بحاجه لشويه زيت، ما في مشكله. هلا اذا ملاحظين بلشنا نشوف انه هي بلشت تاخذ لون اللي هو الحمار او بسموه البرونز او اي اشي. زي احنا ملاحظين بلشت تقريبا شبه استوى. بعدين نمسك الفلفل الالوان، نبلش نحرك فيها. طبعا هاي أكلة مكسيكية كثير كثير زاكية وطيبة للي بحب، يعني إنه فيها خضار، فيها تشيكين، فيها أكثر من شغلة. بعدين بنحط البصل، هلا زي ما حكينا لكم هون في تومة، التومة تقريبا نص معلقة، وفلفل حار حسب الرغبة. نبلش نحرك فيها لنشوف انه البصل بلش يدبل هو الخضرة الموجودة عليه. تقريبا بلشت تستوي.
هلا بعد ما شفناها بلشت تستوي تمام امورها، هلا بدنا نبلش ايش نبهر احنا، اللي هي البهارات زي ما حكينا، معلقه تقريبا ربع معلقه صغيره فلفل ابيض تمام، وبابريكا تقريبا ربع معلقه، وتوم، زنجبيل، وبصل. بنبلش نحرك فيها بعد ما حطينا بهاراتها. هلا بدنا نبلش نحط الأورشستر صوص. تمام، ونحط احنا الصويا صوص. بدنا نحط خل. نبلش نحرك فيها. إذا ملاحظين بلشت ايش امورها تكون تمام وتستوي. هلا هي فيها تتقدم بساندويش، فيها بصحون عادية. وانت ورغبتك، يعني ايش انت بتحبه وبرجع لك، هاي موجودة. تمام، هلا انا حاب اعمل لكم اياها ساندويش. تمام، معنا خبز احنا حطها هون. فينا نحط عليها كمان تشيز. بلش الخبز ياخذ لون. فينا نعملها هيك، مثلا نحط الساندويش هون. نعملها احنا بالشكل هذا.
احنا نجيب الصحن اللي راح نقدم فيه الاكل. وهيك بنقدر نقول لكم صحتين والف عافيه. هيك الصحن صار جاهز، فيك تقدمه هيك، فيك تقدمه باي طريقه ثانيه حسب انت شو بتحب. نشكر الشيف على هذا الطبق، وايضا الاشخاص اللي ما بحبوا كثير الخبز ممكن يسلقوا جنبها باستا او سباجيتي وتنخلط مع بعض برضه بتطلع طيبه كثير. بعد الفاصل لكل الاشخاص المهتمين بحساسيه القمح مع زميلتي هناء.